بكرة هينطلق فعاليات مهرجان هي الفنون، وهتكون نسخته الرابعة. المهرجان ده بيدعم البنات والستات اللي عندهم مواهب مختلفة، وبيشارك فيه أكتر من 100 فنانة من دول مختلفة. هيشمل المهرجان عروض مصرية استثنائية، ده غير الحفلات الموسيقية من العروض كمان المسرحية والارتجالية والندوات الفنية اللي بتشجع طبعا المواهب النسائية الصاعدة. النهارده منورنا نيفين قناوي، مؤسس ومدير مهرجان هي الفنون، اللي هنعرف منها كل تفاصيل المهرجان. وكمان منورنا المطربه، او منورونا المطربه ميرنا شلبي، اللي هتسمعنا اجمل الاغاني. خلوني ارحب بيهم. اهلا بيكم منوريني في انتي. اهلا بيك. اهلا نيفين. اهلا يا ميرنا. أهلاً. مبسوطه جدا ان انتم موجودين معايا النهارده، وعارفه ان انتم اكيد النهارده متحمسين جدا جدا ومتوترين جدا عشان بكره ان شاء الله اول يوم في المهرجان. خليني ابدا معاكي يا نيفين، وعايزه اعرف بقى بكره ان شاء الله بدايه الدوره الرابعه لمهرجان هي الفنون. مظبوط. احكي لي عن الكواليس بتاعه التحضيرات بتاعه المهرجان، وايه الجديد السنه دي اللي ضفتوه؟ الكواليس ما اقولكيش. لا قولي. لا الكواليس طبعا حاجات كتير جدا، لان احنا بنبتدي نشتغل على الفستيفال من بعد شهر، بنقعد شهر اجازه وكلنا بنبتدي نشتغل على الفستيفال عشان نقدر نعمل الحاجات دي كلها. السنه دي عندنا حاجه مختلفه جدا، وهي حفله الافتتاح. احنا عندنا اوركسترا، اول فيميل اوركسترا، اوركسترا كلها عازفات اسمها اوركسترا هي الفنون، شي ارتس اوركسترا. وكنا السنين اللي فاتت بنعمل يعني اعمال غربيه، والسنه دي اول سنه هيبقى في موسيقى شرقي. والحفلة بتتزامن أو الافتتاح بيتزامن إن السنة دي مقاويد أم كلثوم، فاحنا عاملين حفلة الأوركسترا هتلعب أغاني أم كلثوم بمصاحبة المطربة الجميلة مروة نيجي. جميل جدا طبعا. وبقية اليوم بكرة هيبقى في بعد مروة نيجي بند من أسبانيا اسمه لابراندا روخا، وفي نفس الوقت في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان صمودو هون، وفي بازار للحرف اليدوية. كل ده بيحصل ابتداء من بكرة وممتد حتى 29 سبتمبر. عظيم جدا جدا، ان شاء الله يعني هتكسروا الدنيا، انا متاكده هتعملوا حاجات حلوه وهنشوف حاجات حلوه جدا في المهرجان. يمكن احنا ما كناش نتوقع انه ستات تقدر تعمل الحاجات الحلوه جدا دي او الجمال ده، ولكن انا شايفه ان الستات مبدعات فيقدروا جداً. يعني وجهه نظري الشخصيه، الستات مبدعات تقدر على اي حاجه، انما الناس ممكن تكون ما تتخيلش ان الستات تقدر تعمل مثلا فرقه كامله او اوركسترا كامله من الستات. ميرنا، انا كنت عايزه اسالك برضو، عايزه ارجع بيكي لورا شويه كده. يلا بينا نرجع للي انت عايزاه. بداتي الغنى من امتى؟ حبيتي الغنى من امتى؟ انا الغنى بالنسبه لي من صغري، وانا اهلي او بالاخص والدي هو كان بيحب عبد الحليم قوي، وكان من الناس اللي هي عامله ارشيف عبد الحليم كامل عندها في البيت. فانا كنت بالنسبه لي اللي هو انا طبعا كطفله صغيره انا مش قادره استوعب عبد الحليم، ايه ده هو الاغاني الطويله دي وايه كل ده والحاجات طبعا اللي هي بالنسبه لنا، لا انا زهقت. بس بدات احب قوي فكره انه في صوت حلو وفي حاجه ممكن تطلع منه. وطبعا بدايتي كانت في المدرسه، اكيد طبعا زي اي طفل اكتشف نفسه، كنت في المدرسه وفرقه المدرسه، فكنت بغني طبعا اغاني بقى اللي هي الوطنيه، حاجات بقى اللي هي الاناشيد بالظبط، الحاجات بقى اللي هي كلها ليها علاقه بحفلات المدرسه، كنت بقوم بالاغاني الوطنيه كلها. جميل. بعد كده بدات اكتشف فيها حته انا مؤخرا بدات اعرفها، اللي هي حته ان انا طب ليه ما اغنيش اغاني اللي هي المقامات المظبوطه بقى. لو هنتكلم في الغنى طبعا ما يجيش غير الاغاني القديمه، عبد الحليم وام كلثوم ورده. فبالنسبه لي انا بدات اتعمق فيها في الوقت اللي انا كنت فيه، مش هقول لك مش قادره اتقبلها، بس اللي هو لا عايزه اسمعها، عايزه افهم الناس دي بتعمل ايه، بتقول ايه، طب الاغاني دي طويله ليه، طب الحاجات دي كلها موجوده ليه. فبدات بصراحه من هنا، وكانوا اهلي هم اللي مشجعيني بصراحه في حاجه زي دي جدا جدا، ان انا اسمع القديم وابدا اتعلم الغنى من القديم، الاغاني القديمه. عظيم طبعا. بصي انا هسالك عن مشاركتك في المهرجان، بس نسمع الاول حاجه، سمعينا صوتك طبعا الاول يعني. بما اننا بقى اتكلمنا في القديم، احنا ممكن نسمع حاجه الورده يا ريت، ونقول أهل الهوى اسمعوني. يلا بينا. يا أهل الهوى قبل ما تظلموني اسمعوني، يا أهل الهوى
اسمعوني واسمعوني وفهموني، طب اسمعوني واسمعوني وفهموني، عشقنا 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 يا ما عشقنا، شربنا 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 سنين، شربنا ملاوى، شربنا شربنا سوا ودبنا، يا ما دبنا يا ما يا ما يا ما دبنا، وتعذبت قلوبنا، وفي ليلة قبله كلموا سألوا عن اسمي، سألوا عن حبي، سألوا قال معرفوش ما قابلتوش، آه ما شفتوش ما عشرتوش، قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا، ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا، وأيامنا سوا قالكوا ايه قال ايه، وما تستغربوش يوه يوه، هو في حد النهاردة حد النهاردة النهاردة بيفتكر. الله بجد يا ميرنا خطيرة. شكرا. هو انتي كنتي بعد الموضوع بتاع الاناشيد والمدرسه انت كنتي لسه شاكه يعني بالصوت ده؟ خلاص كان لسه كان في شك يا بالصوت ده وبتشك ما شاء الله. كنت اللي هو مش عارفه بقى، انا بحاول اكتشف نفسي بقى في الحته الثانيه دي يمكن يطلع مني حاجه. لا 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 صوتك جميل جدا جدا جدا. بصي هروح لنفين وهرجع لك تاني نسال على مشاركتك في المهرجان، بس عايز اسالك يا نفين عن اختياركم كاداره مهرجان للمشاركات في المهرجان، تختاروهم على بناء على اي اساس؟ وكمان المشاركات الخارجيه يعني من دول من بره بتعرفوا تختاروهم ازاي، وهم كمان بيعرفوا عن المهرجان ازاي؟ هو احنا بنحاول في المهرجان يبقى فيه تنوع، يعني يبقى فيه انواع مختلفه من الموسيقى الناس تشوفها وتسمعها وتبقى ممكن بتتفرج عليها لاول مره، خصوصا الحاجات اللي بتيجي من بره مصر. طبعا البدايه كانت صعبه جدا، ان انت بتبعتي الفرق من بره تقولها احنا عايزين نستضيفكم في مصر، وهم ما يعرفوش اي حاجه عن الفيستيفال او فكره المهرجان. الحمد لله في السنه دي سنه رابعه احنا ابتدينا اوريدي نتلقى طلبات من الفرق الأجنبية، إن إحنا عايزين نيجي نشترك في المهرجان، إحنا عايزين نبقى موجودين في مصر. والمهرجان هو مش بس مجرد مهرجان ومجموعة حفلات، هو عبارة عن مهرجان فني ثقافي، وبيبني جسر بيننا وبين الدول اللي بره، هم بيتعرفوا على ثقافتنا وإحنا بنتعرف على ثقافتهم من خلال الفنون. يعني رسالة الفنون أكبر وأشمل من أن هو يبقى مجرد مجموعة عروض الناس بتتفرج عليها. ده بالنسبة للفرق اللي جاية من بره. أنا شايفة ناس من أسبانيا وإيطاليا وهنجريا، شايفة ناس كتير من دول مختلفة وأصوات مختلفة وستايلات كمان مختلفة. حتى المصريات اللي شايفاهم شايفة في اختلاف يعني ما بينهم، في شفت بنت بتقدم راب، شفت بنت بتلعب درامز، شفت كذا حاجة في الفيديو مع ميرنا في ريتمو في ريتمو باند. ما هنتكلم عن ريتمو باند، بس أنا عايزة أعرف الاختيار بقى طبعا المحلي، يعني بتختاروا برضو على أي أساس؟ هل مثلا بتعملوا مسابقة أو بتعملوا تصفيات معينة؟ في مسابقة، بس المسابقة دي يعني نشاط جوه المهرجان، دي مسابقة سنوية بنعملها، بس ده للفرق الناشئة يعني اللي لسه طالعين خالص عايزين يجربوا، ممكن يكونوا اول مره بيطلعوا اون ستيج او عملوا حاجات بسيطه، ودي بيطلعوا وبيبرفورموا بياخدوا جوائز ماليه مش كبيره، بس كمان بيبقى عندهم فرصه ان هم يلعبوا في المهرجان السنه اللي بعدها. لكن الفرق اللي احنا بنختارها بنحاول انها تبقى فيها تنوع، وكمان يعني بنحاول على قد ما نقدر تكون ما لعبتش في السنين اللي فاتت عشان نوفر
فرص للفنانات اللي ما لعبوش ولا مرة في الفيستيفال، أو الفنانات اللي الجمهور بيحبهم، وكمان إن هم يتشافوا أكتر ويبقى في فرصة إن يعني يتواصلوا مع الجمهور بشكل أكبر. عظيم. ميرنا هرجع لك بقى وعايزة أسأل عن مشاركة ريتمو باند في المهرجان، جت إزاي ومشاركين بإيه السنة دي؟ وعايزه اقول لك بصراحه ان يعني احنا يعني ريتم باند بالنسبه لنا غالي علينا كفريق، انت لان انتوا وشكم حلو علينا، كانت اول حلقه من حلقات انت كنتوا ضيوف عندنا ونورتونا، ووش السعد الحمد لله. يعني يا رب اتمنى وشكم يكون حلو كمان عليكم وانتوا شخصيا، يعني في ناس بيبقى وشها حلو على الناس اللي حواليها وهم بس، لا ريتمه جميله جدا جدا ومحققه نجاحات موجوده على ارض الواقع، فكلميني اكتر عن ريتم باند. احنا ريتم باند بنات، واحنا بالاخص كان في جمله اتقالت حلوه جدا، انه فكره انه فرق البنات وانه بيقولوا احنا عندنا فن وعندنا مزيكا وعندنا وجهه نظر في المزيكا. باند ريتمو احنا باند بنات صحاب وعندنا وجهه نظر، احنا ست بنات. ست بنات. فاحنا عندنا وجهه نظر اللي هي ايه؟ ان احنا عندنا توزيعات جديده، عندنا افكار مختلفه في الاغاني، فليه ما ننفذهاش؟ وزي ما بيقولوا كده اللي هو فكره انه دايما البندات بتبقى اولاد اكتر، البندات بتبقى ميكس مثلا اولاد على بنات، فاحنا كان عندنا وجهه نظر طب ما ليه ما ننفذهاش مع بعض ونكون فريق اسمه ريتمو ونخش بكتف كده، احنا نقدر نعمل ده. فهي دي الحته اللي احنا كنا عايزين نثبتها. فبايه؟ بالاغاني بتاعتنا، مش لازم ندور على حاجه بره، لا بالاغاني بتاعتنا بثقافتنا. بس يلا بقى ننوع. ففكره ريتمو فكره ان احنا بن 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 بنبروز الميدليهات اللي هي هتلاقيها بقى موجوده حتى بال بال بالارتام المختلفه اللي موجوده في شي ارتس اوريدي، في ناس مشاركه، ده اللي احنا مبسوطين منه، انه مشاركتنا بفكره ان هي بتدعم حتى كمان الاغاني اللي احنا بن بن بنقولها جايه مع باقي الناس الموجوده، سواء انجلش سواء فرنش سواء بيتس انترناشونال بيتس، يعني احنا كمان حاطين ده في ريتمو. ففكره ان احنا بنجمع ده في كيان واحد اسمه ريتمو، دي كانت الـ 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 البدايه، وان شاء الله يا رب يعني نفضل دايما نثبت ان احنا عندنا وجهه النظر دي يا رب. فمشاركتنا في شي ايتس حقيقي دي حاجه مشرفه لينا جدا جدا جدا، وجت يعني بعد فتره طويله، لان احنا كنا بنحاول نعمل ده بقالنا فتره، والحمد لله طبعا جت الفرصه وتعرفت ساعتها طبعا على نيفين الجميله، لان هي حقيقي بره كل حاجه هي يعني كائن طيب جدا وجميل جدا. ومجرد ما كلمتها انا مجرد ما كلمتها على طول احنا بمكالمه تليفون، انا ارتحت وبسطت وبسطنا وكوننا كل حاجه واتفقنا على كل حاجه. فدي كانت خطوه مشرفه جدا لينا، لان احنا فعلا كنا عايزين نثبت ساعتها انه يا جماعه عايزين حد يدعمنا، عايزين حد يدعم فكره البنات اللي بتقدم مزيكا وفن وبتقدم حاجه وجهه نظر، مش بس مجرد اغنيه طالعين نلعبها، لا احنا عندنا قصه ورا الاغنيه. صح. ففكره ان شي ارتس موجود ده خلانا نتحط في الفريم اللي احنا دايما بندور عليه بصراحه بقالنا سنين. وانا دايما كنت بقعد اقول انه لما كنت بشوف حفلات شي ارتس او السنين اللي عدت عليها شي ارتس، بقعد اقول ان المهرجان ده حتى قبل ما ننضم للمهرجان السنه دي، لا المهرجان ده هيطلع هيبقى بوشت انترناشونالي بطريقه فظيعه، لانه بجد بادئ بطريقه محترفه جدا ومكمل بطريقه محترفه جدا، بدليل ان احنا كان نفسنا نبقى موجودين في المهرجان. فالحمد لله ان ده حصل، وانا متفائله جدا بصراحه، واحنا كمان كريتمو باند متفائلين جدا بوجودنا في المهرجان السنه دي، وحاسين انه هيفرق لنا احنا كمان قبل اي حاجه. يا رب نجاحات جايه كتير، لسنين جايه كتير يا رب للمهرجان ولكل البنات المشاركات في المهرجان. احنا سعداء جدا بوجود ريتمو، والحقيقه يعني البروسيس زي ما ميرنا قالت مشيت سهله جدا، وهم كمان بيطوروا من نفسهم وده مهم جدا، يعني عندهم باشن مش عايزه اقول مش موجوده عند الولاد، بس هي فعلا عندهم باشن مش موجوده غير عند الفيميل ارتست، وبيشتغلوا قوي على نفسهم وبيطوروا من نفسهم وبيعملوا بروفات وحاجات جديده، وطول الوقت عندهم افكار. ف يعني انا ما فكرتش مرتين وكنت متحمسه جدا، وهم موجودهم في اللاين اب بتاع السنه دي اضافه اوريدي لشرفنا قبل اي حاجه بجد، لان احنا كمان في حته معينه انه فكره انه مثلا زي الدرام ميمي الدرامر اللي معانا بيتقال لها انت بنت بتلعبي درامز، طب ليه؟ ايوه ما هي بنت بتلعب درامز، ما هي فرقت في ايه؟ بنت بتلعبي جيتار، بنت بتلعبي طبله،
اه يا جماعه ما هو احنا دلوقتي بقينا بنثبت ده موجود. طب تعالوا بقى نقول مثلا لما حد يقول لنا طب ما تدخلوا معاكم ولد او نص مثلا حد بيزست حد لا انا شايفه ما هتفرق احنا يعني. ايوه بس نحط على الاله شنب مثلا يعني الساكسفون نحط عليه شنب لا دايما يقول لك ان مثلا الطبله عايزه ايد قويه عايزه حد عايزه اقول لك البنوته اللي معانا اللي اسمها اروى بتلعب طبله صفيفه جدا وبنوته جميله جدا واسمعيها على الطبله بصي احنا انا هتكلم معاكي يعني. بالتفصيل عن التحديات وعن كل واحده فيكم ممكن تكون قابلت ايه في المجتمع وقالوا لها ازاي مش هتقدري وقدرت بس يعني هتكلم في ده بالتفصيل بس طبعا بصي بقى في مطالبات كتير قوي في الكنترول ان انت ما تبطليش غنى عندهم حق مش كده بصراحه انا بصراحه عندهم حق وانا خايفه اقول كده الناس تفتكر اني بجامل انا ما بجاملش لا والله ثانك يو انا انبهرت واستغربت ان انت ازاي كنت شاكه اصلا لسه اللي هو ايه هكمل في الغنى ولا مش هغني ولا هقعد عايزه اقول لك انا لولا والله لولا اهلي بجد انا ما كنت زماني دلوقتي قاعده عماله بغني انا شيت في المدرسه ما كنتش حتى اتخرجت واللي ميرنا ده بتقوله مهم جدا ان دور الاهل مهم جدا في دعم مواهب ولادهم وان هم يشجعوهم يؤمنوا بيهم دايما ويدوهم بوش فدي حاجه مهمه لان هو الموضوع بيبتدي من هنا يعني جميل طبعا طبعا 100% هتغني لنا حاجه قديمه ولا حاجه جديده يا ميرنا احنا ممكن بقى نغني الاغنيه يعني تسمحي لي بقى ان نقول حته كده من بدايه طلوعنا في المهرجان طبعا. اول اغنيه هنفتح بيها يعني الحفله بالنسبه لنا بالنسبه لريتمو باند احنا اخترنا الاغنيه دي بالذات هي اغنيه بنت سعوديه بتاعت دنيا سمير غانم الاغنيه دي بتمثلنا احنا الله يرحمه سمير غانم بالظبط طبعا وهي هي فظيعه طبعا فالاغنيه دي بتمثلنا احنا وبتمثل وجودنا في شي ارتس طب يلا بينا سمعينا بنت سعوديه يلا بينا انا بنت جدعة واسأل علي وجدعة انت ديادي ماشية سليم وعاملة اللي علي وزيادي انا اللي فاهمة الوصول وفي ناس نكرة وعندها بلادي واقفة انا واقفة رجالي عايشة لغيري وهاملة انا حالي صبرة طول عمري وشيالي والغالي بيرخص للغالي بنت مصرية سعدية واصيلة لما تحتاج تلاقيها سدادي بنت مصرية سعدية ومن عيلة منها كتير دي بلدنا ولادي الله بجد الاغنية دي اكتر اغنية بصراحة احنا لقيناها لايقة جدا على رتمه ولايقة على البنات ولايقة على المهرجان ده حقيقي طبعا وعلى البنات المصريات كمان لان انا بنتظلم كتير قوي والله ما يعرفوش ما يعرفوش احنا طاقتنا عامله ازاي ما يعرفوش قدراتنا عامله ازاي احنا شيل الالات بجد والله لوحده كارثه يعني انا عايزه اقول لك على حاجه بصي احنا بنات يمكن عشان كده بيقولوا لك خلوا معاكم شاب عشان يشيل الالات والله ما بنكونش معانا تكنيشنز يعني احنا ست بنات وبناتيت احنا بنشيل درامز وبنشيل الات وبنشيل معدات وبنشيل امبات وبنشيل مونيتورات احنا جامدين والله لا 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 هايلين برافو عليكم لا شيلوا ايه المشكله احنا جامدين قوي نقدر نشيل كل حاجه نيفين انا اعتقد ان هو ده الهدف الاساسي من هي الفنون من مهرجان هي الفنون انه انتوا تدعموا البنات تدوروا على طاقتهم وتدوروا على مواهبهم وتبرزوها وتدوا لها كل الدعم قدام كل الناس يعني دي حاجه في حد ذاتها اساسا نفسيا البنت تحس انها متقدره وفنها متقدر او اللي هي بتقدمه متقدر فبتستمر فيه وبتشتغل عليه اكتر واكتر صح ده حقيقي وفكره توفير مساحه ان زي ما ميرنا قالت واكتر من حد ان البنات خلاص والفنانات عارفين ان في حدث سنوي بيحصل الحدث ده بتاعهم ليهم فحتى ان يعني في احنا عشان مثلا على سبيل المثال عندنا الاوركسترا في واحده جت قالت لي ان انا ابتديت اذاكر قياده واتعلم قياده عشان انا عندي هدف ان انا في يوم من الايام اقود الاوركسترا دي واحنا اول سنتين في الاوركسترا كان عندنا كوندكتور مره المانيه ومره طليانيه عشان احنا ما كانش عندنا قائدات واخر سنتين الحمد لله ظهر قائده مصريه وطبعا بتتطور دنيا اكرم بوجه لها تحيه والسنه دي كمان معنا اثنين قائدتين مصريتين دنيا اكرم وماجدة
ماجده رضا، وماجده رضا دي اللي فازت بالميوزك كومبيتيشن بتاعت شي ارت السنه اللي فاتت. فاقصد ان المهرجان كمان بيساعد على الانتاج، ودي حاجه مهمه جدا ان تبقى بيشتغلوا على نفسهم، بينتجوا، بيتطوروا. فزي ما حضرتك قلتي ان في منصه اوريدي موجوده بتدعم وتشجع السيدات العاملات في مجال الفنون. بالظبط. ولما شفنا حتى الفيديو اللي شفناه واحنا طالعين على الهواء على طول، شفت بنات وفنانات معروفين. مظبوط. وشفت بنات وفنانات لسه بيبداوا حياتهم. فانا حاسه كده ان مفيش شرط معين في المهرجان انه انت لازم يبقى ليكي اعمال معروفه خالص، او لازم تبقي فريش تماما. صح. هي اللي حابه على فكره، هي دي الحته اللي خلتنا بجد يعني مبسوطين جدا، لانه مش لازم يكون ليا شروط، ومش لازم اكون عندي اغنيه محققه ملايين المشاهدات لا، الموضوع ابسط من البساطه. هم بجد شافوا فينا الحته اللي احنا بنعافر عشان نثبت فيها وجودنا. فبكل بساطه، واتشافت بكل بساطه وبتدعم. فبالنسبه لنا دي كانت الستيج اللي احنا بجد يعني نتشرف ان احنا نبقى مشاركين فيها حقيقي. طبعا. والله يا ميرنا انا كنت داخله بكره يعني كنت فيري ستريسد، يعني صوتك وكلامك خلاني كده احس بهدوء. شوفي احنا في ظهرك، احنا كلنا موجودين في ظهرك. سعيده ان احنا لينا ولو دور بسيط في ان انتوا ترتاحوا نفسيا وتفكوا الستريس شويه، وتكونوا موجودين كده وبتتكلموا براحه. وبرده على فكره خدي بالك إن احنا قاعدين كده مش مثلا مش شايفين ناس كتير قدامنا او حاجه، بس ده تدريبات على بكره. أيوة. احنا برده النهارده بنقابل جمهور ده كبير، بنتكلم مع جمهور كبير. بقول لها بره لسه، بقول لها عامله ايه، قالت لي مضغوطه. انا ستريس. طبعا هي لا يعني اكيد الموضوع بالنسبه لها. هي ميرنا وفريق ريتمو هيلعبوا يوم 28 ان شاء الله، مش في اول يوم. فطبعا نحب الناس كلها تيجي تشوفهم تتفرج ان شاء الله. لا إن شاء الله. اتمنى ان كل الناس، كل اللي بيتفرجوا علينا يروحوا المهرجان ويستمتعوا بكل الاعمال الفنيه اللي هتتقدم في مهرجان هي الفنون. ميرنا مكسوفه منك جدا. مرنة. بس عايزين انا المايك جنبي، مسكت المايك لوحدها، حست بيا. اول ما بكسف انا ببص على الارض، ببص في حته ثانيه خالص. لا براحتك بقى، انا جايه هنا عشان اغني. يلا نغني كلنا. طب انا كنت سامعاكي قبل الهوا على طول كنت بتتمرني على حاجه العدويه، راحوا الحبايب. صح. احنا بقى من ضمن البلاي ليست اللي احنا بنختارها، احنا اصلا بنقدم ميدليهات وماشابس مختلفه. فعدويه كان من الاكتر الحاجات اللي بالنسبه لنا كانت يعني اول حاجه اشتغلناها ميدلي اتنفذ، او قعدنا عملنا ستراكشر الكلام ده اول ما بدانا، كان عدويه. فبنتفائل بيه. طب يلا بقى، فممكن نقول حته من راحوا الحبايب، حته تفاؤل راحوا الحبايب بس، ولا تعمل لنا ماشاب اللي انت عايزاه؟ والله انا يا ريت اعمل لنا راحوا الحبايب واعمل لنا ميكس كده. يلا بينا ميكس كده لطيف. راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني تاني، قادرين على البعد ولا اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا؟ ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا؟ ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا بتلون ليه ويانا؟ ما بلاش حركاتك دي، امبارح كنت معانا سكر بحلاوة طحنية، بتلون ليه ويانا؟ ما
بلاش حركاتك دي، امبارح كنت معانا سكر بحلاوة طحينية، حصل ايه مننا يا خينا؟ توعدنا ولا بتجينا، وتعدي ولا بتسلم، بكرة الله طاق يعطينا، بتعدي ولا بتسلم، بكرة الله طاق يعطينا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في اوانا، ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا، بلاش ده معانا. الله الله جدا، ده لسه ده في تكمله 5 6 7 20 قبل كده يسقفوا معايا. لا تحفه تحفه جدا. التحديات والصعوبات اللي واجهتكم انتوا الاثنين سواء نيفين او ميرنا، اكيد في تحديات وصعوبات بالنسبه لك انت دخول مجال الغنى، انك تعملي باند، كل الحاجات دي، وبالنسبه لك يا نيفين في تاسيس مهرجان، يعني الموضوع كبير جدا جدا جدا. فحابه كل واحد فيكم تكلمني عن التحديات وعن اللي قالوا لكم مش هتقدروا ورحتوا وقفتوا قدام كده قدرنا. قدرنا. والله ممكن اخد ثانيه اقعد انا اعيط بعد كده. طب خلاص لحظه بكره لحد ما نبيل ترد. لحظه بكره اتفضلي يا نبيل. لا الحقيقه ان انا ما فيش حد قال لي ما تقدريش، او انا ما فيش حد يقدر يقول لي ما تقدريش. تقول لي ما اقدرش يعني الموضوع ده ما فيش كده. هي الفكره لما جت المشكله ان هي جت وقت الكورونا، يعني او كنا المفروض هبتدي تنفيذها قبل الكورونا، وبعدين جت الكورونا فوقفت الفكره، وبعدين في 2021 قررت لا هعملها. واول دوره للمهرجان كانت اوريدي مشغلين بكاباستي ب 50%، وقتها كان ممنوع الفعاليات والحاجات دي، بس قلت لا خلاص عشان التجمعات. التجمعات انا هبتدي لازم ابتدي، مش قادره بقى لازم نطلع بالفكره. هي الفكره كانت صعبه في البدايه ان الناس تتقبل موضوع ان في مهرجان نسائي 100% موجه للمراه بشكل عام، وفي ناس كتير قعدت تقول يعني ايه مهرجان للمرأة، الستات واخدة حقها تالت ومتلت والكلام الكتير اللي انت عارفاه ده. واحنا مش بنقول ان الستات واخدين حقهم او مش واخدين حقهم، يعني المهرجان مش بيتكلم في الجزء اللي ليه علاقة بالمساواة، لا هو بيتكلم في جزء ان احنا بندعمها اكتر وبنوفر لها مساحة وبنوفر لها الامكانيات اللي تقدر تخليها تشتغل في جو ملائم بيشجعها اكتر على الابداع. فكانت طبعا اول دورة اصعب دورة، وان انت بتشرحي حاجة يعني يعني لسه محدش يعرفها ملهاش طبعا يعني. يمكن دلوقتي مثلا لما عايزين فيديوز عندنا فيديوهات، عندنا صور، عندنا ماتيريال، عندنا حاجات كتير نقدر نقول احنا مين وبنعمل ايه وعملنا ايه من الثلاث دورات اللي فاتت. لكن قبل كده قبل كده كان دي اصعب حاجه ان احنا ما عندناش اي حاجه. بس الحمد لله كان الموضوع يعني عدى بسلام. وطبعا انا بشكر جدا الناس او الشركاء والداعمين للمهرجان بالذات اول سنه، وفي يعني معظمهم مكمل معانا لحد السنه الرابعه، لان هو لولا ايمانهم بالفكره وايمانهم والتيم ورك طبعا. كنت لسه اسالك عن صعوبه اقناع السبونسرز. ايوه، وكمان انك تجيبي مشتركين يعني. فدول من غيرهم ما كناش هنطلع يعني لقدام، من غير الداعمين والشركاء اللي مصدقين في الفكره. وكمان فريق العمل اللي هو معانا من الاول الحمد لله وثابتين وبيزقوا في المهرجان عشان يطلع باحسن صوره. ف يعني الحمد لله ان احنا قادرين نكمل لحد دلوقتي ونكمل اكتر واكتر. جميل جميل جدا جدا. ميرنا تحدياتك وصعوباتك سريعا عشان هتغني تاني. حاضر حاضر والله. ازاي قدرتي تتخطي الكلام اللي ممكن يكون سلبي وهتعملي فرقه ومش تمام؟ لا ده مش بس بقى تعملي فرقه، بنت وهتغني ولا ورجاله اكتر بكتير في المجال، في الساحه دي الفنيه بالذات، وفي سوبر ستارز وفي نجوم. ففاكره نفسك اللي هو انا اتقال لي كده بالظبط، فاكره نفسك هتبقي ايه جنب دول. انا الكلمه دي عمري ما هنساها زمان قوي. فلا انا بالنسبه لي انا شخصيتي ان انا بحب اخد دايما الجمل. انا يعني كنت يمكن زمان وانا صغيره اخد جمله اقعد اعيط بقى واتاثر جدا وتحز بقى في نفسيتي، لكن لا انا اتعودت ان انا دايما هاخد الكلام وهاخد الجمله دي، حتى لو دخلت سهم في قلبي كده اللي هو وش انا هاخدها احولها الناحيه الثانيه. طيب فكره ان انا اغني فكره بالنسبه لي لا انا هعملها،
لان انا بحب المزيكا، بحب الغنى، بحب الفن، بحترمه جدا، بقدره جدا. مش طالعه من الاخر اقول انا اسمعوني غصب عنكم، لا، انا عندي صوت حلو. مؤمنه بيه جدا، مؤمنه ان انا هعمل حاجه، وطول ما انا دايما هفضل موجوده هفضل اتمرن واتدرب واذاكر لحد اخر يعني نفس في عمري، بدليل انه مترباط العظماء بتوعنا وفي جميع انحاء العالم لحد النهارده مهما عدى بيهم سنين بيتمرنوا بيحافظوا على صوتهم عشان يفضلوا دايما موجودين على نفس المساحه الفنيه بتاعتهم طبعا. فبالنسبه لي انا دايما هفضل محافظ على ده، وده اللي انا بدات بيه، وده اللي انا هفضل مكمله بيه. صعوبات طبعا اكيد، انه فكره ان انا اعمل اغنيه وانزلها دي كانت معافره سنين طبعاً. لانه مفيش حد دلوقتي، خلينا نتكلم على ارض الواقع، بيدعم ده بشكل سهل. ففكره انه يلا نعمل اغنيه وننتج اغنيه وتكسر الدنيا وتعمل ونصرف عليها والكلام ده كله، طبعا مفيش حاجه دلوقتي بتمشي بالساهل ولا بتمشي طبعا أكيد. من غير اي صعوبات بقى، سواء كانت معنويه ماديه ايا كان. لا بس انا عايزه افكرك بحاجه، زي ما فكرتك ان انتوا كنتوا وشكم حلو علينا، وش الخير علينا، احنا كمان كنا وش الخير عليكي طبعا. وحصل لك فعلا فرصه، او جات لك الفرصه طبعاً. ان انت يتعمل لك اغنيه بتاعتك لوحدك طبعاً. ومع اكبر شركات الانتاج طبعاً. في الوطن العربي، واحنا الحقيقه بنهنيكي من كل قلبنا على الخطوه الجميله جدا دي. عايزين نسمع اغنيه. ما هي بقى هي دي النقطه، انه في الاخر انا الحمد لله انه قدرت ان انا اعمل ده. يس. وقدرت ان انا يبقى ليا السنجل. والحمد لله بعد كرم كبير من عند ربنا، فيعني ولسه كتير. وحقيقي فعلا انتوا وش السعد في حاجه زي دي، حقيقي ان شاء الله. ان شاء الله يبقى وشنا حلو عليكم كمان في بكره وفي اللي جاي كمان. ان شاء الله. الاغنيه بتقول سبب وايه رجوع. اغنيه يعني هي دي اغنيتك انت؟ آه طب هنغني دي هنلعبها بلاي باك ولا لا هنغنيها. طب غنيها جدا طبعا. يلا الاغنيه نزلت من فتره، كانت الحان وكلمات مصطفى وفقي وتوزيع نادر سليمان طبعا، بجيرهم كل تحيه. احنا كمان يعني انتاج شركه روتانا. فاحنا ممكن نقول وسببه ايه الرجوع، يعني خلاص ما بقتش تنفعني، ده انا في بعدك بقيت برتاح، وايه بس اللي جابرني اكمل قصه لممله، ومن تاني هتتسلى. ابعد روح كفايه جروح وحبي، انا بيه اولى ومع حالي كده حلالي، ماشية حياتي وعادي هعيش، ويا ليالي ريحي بالي، اهدي عليا كده بشويش، ومع حالي كده حلالي، ابعد يا حب تاني ما تجيش، ويا ليالي ريحي بالي، اهدي عليا كده بشويش. وسببه ايه الرجوع يعني. في اغنيه دراما لايقه عليا. لا لا انت مش دراما عليا جدا، هي لايقه على صوتك، صوتك جميل جدا. بصي ما شاء الله صوتك حلو في حاجات كتيره جدا، او في كل الحاجات اللي انت غنيتيها يعني، فمتاكده ان صوتك هيبقى حلو قوي في اكتر من نمط من انماط الغنى والمزيكا. اخيرا بقى، بتحلموا بايه انتوا الاثنين؟ بتحلمي بايه يا نيفين، سواء للمهرجان او لنيفين شخصيا؟ نفس الكلام طبعا منى. لما نيفين بدات بنيفين. طيب انا طبعا بحلم ان المهرجان يعني نقدر نلف بيه بلاد كتير. احنا على فكره المهرجان بيحصل في اسكندريه كمان، في 3 ايام في اسكندريه، 27 28 29 عظيم كويس جدا، في مركز الجيزويت الثقافي والمعهد الفرنسي. فاتمنى ان الناس بتاعت اسكندريه كمان تعرف تشوف الفعاليات هناك. والسنه اللي فاتت كنا قدرنا نروح المنيا، فكان في اسكندريه والقاهره والمنيا. اتمنى بقى ان احنا نقدر نوصل لمحافظات اكتر ونوصل لفنانات اكتر، وكمان اتمنى ان احنا نوصل بقى للعالميه، والفستيفال يبقى بيحصل منه دورات خارجيه بره مصر وفي اوروبا وفي دول عربيه تانيه. واتمنى بقى المستوى الشخصي كده، ولادي وبيتي وعيلتي يبقوا براود بيا وباللي بعمله. انا كمان حابه اشكرهم لان هم يعني بيدعموني، رغم ان انا عندي بنتين مش كبار في السن، يعني 10 و12 سنه، بس هم طول الوقت فخورين بماما، بيشجعوني طبعا.
ومتفهمين وباباهم طبعا، فيعني بشكرهم، حبيت يعني فرصه ان اشكرهم جدا معاكي يعني. كل السعاده والتوفيق والنجاح وتحقيق الاحلام يا رب. ميرسي. يا رب. ميرنا، تحلمي بايه لميرنا والريتمو باند؟ طبعا لميرنا انا عندي الحلم اللي هو ما لا نهايه، اللي هو دايما عندي حته انه وصلت اللي انا عايزاه، لا هطمع في الزياده. طبعا بحلم كتير ان انا اكون ان شاء الله يعني من نجوم الوطن العربي اللي دلوقتي احنا بنتشرف بيهم، فاتمنى يا رب ان شاء الله ان انا اوصل للمرحله دي. طبعا بدعم الناس اللي شجعتني وقفت جنبي، واولهم اهلي، والدي ووالدتي، حقيقي كان ليهم فضل كبير عليا، زي ما كانت نديم فعلا بتقول انه دور الاهل مهم. فحقيقي يعني انا بحلم بحاجه زي كده. رتمه انا نفسي يلف العالم، ونثبت وجودنا حقيقي، ونثبت اللي احنا عايزين نعمله، ونثبت ان احنا عندنا مزيكا حلوه. طبعا ان شاء الله على اللونج ران نكون عاملين المزيكا بتاعتنا واغانينا الشخصيه بتاعت الباند. بس بعد ما نكون خلاص يعني اثبتنا للناس وجودنا على الساحه الفنيه، يعني يا رب ان شاء الله جميع انحاء العالم، ونبقى من افضل باندات الوطن العربي وانحاء العالم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا استمتعت جدا جدا بوجودكم معايا النهارده، حقيقي سعيده، وبتمنى لكم من كل قلبي كل النجاح والسعاده، وتحققوا كل اللي بتتمنوه، وبكره يبقى يوم رائع، ويوم 28 يبقى يوم رائع جدا ان شاء الله، يبقى يوم مليان بالنجاحات والسعاده. خلاص خلصنا حلقتنا، هنختم طبعا وهنسمع، هنختم على صوت ميرنا مش على صوتي، احنا متعودين على كده. هنختم على 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 صوتك، هنسمع منك اغنيه بهلوان، وطبعا احنا هنغني بهلوان وهنمشي على طول عشان الرجاله ايه ما يتكلموش معانا يعني. وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من حلقات انتي الحد اللي جاي الساعه 5 على شاشه اي تي سي. سلام مؤقت، اتفضلي يا ميرنا بهلوان. شمال خلاص بقى جوه نظري، صفر على الشمال، ايوه كان شمال، ما كانش معايا دغري وعايشها احتيال، كان بتاع كلام من اللي كان واللي كان، عامل لنفسه جو كانه نجم في المكان، كان بتاع كلام من اللي كان واللي كان، عامل لنفسه جو كانه نجم في المكان، وبيكذب عشان يبان في حته تانيه وهو بهلوان. لذيذة أسيره في الكلام وعدي في اللذيذ، وتاني يوم يعيد نفس الكلام، ده شيء يا ناس يغيظ، أصله سايكوباتي دايما يحكي عن نفسه وبيفتي في حاجات، أناني بامتياز، عايش حياة وهمية معمولة من إزاز، كان بتاع كلام من اللي كان واللي كان، عامل لنفسه جو كأنه نجم في المكان، كان بتاع كلام من اللي كان واللي كان، عامل لنفسه جو كأنه نجم في المكان، وبيكذب عشان يبان في حتة تانية وهو بهلوان.